وينضم إلينا من أبو ظبي دكتور محمد مسعود الأحبابي الخبير في الشؤون السياسية. دكتور مرحبا بك. ما هي أولا دلالة تمكن دولة الإمارات العربية من اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات الحوثية صوبها؟ أولا أمسي عليكم الخير وعلى المشاهدين الكرام، ولله الحمد بفضل من الله تم التصدي لهذه الصواريخ الباليستية، وفي نفس الوقت تم تدمير منصة إطلاق الصواريخ من قبل القوات الجوية. يعني ولله الحمد دولة الإمارات جاهزة دائما، سواء من خلال دفاعاتها الجوية أو من خلال القوات الجوية التي تتعامل مع هذه المنصات. هذا دلالة على أن دولة الإمارات لديها القدرة للدفاع عن أمنها الوطني وعن مقدرات هذا الوطن، وسرعة الرد. وأيضا ما الجميل في ذلك أن الجميع لم يشعر بأن هنالك أصلا تم إطلاق صواريخ على دولة الإمارات، سواء من الشعب أو من المقيمين. طيب، ولكن دكتور مسعود، هناك أسئلة كبيرة لا تزال مطروحة حتى هذه اللحظات. من أعطى الميليشيات الحوثية هذا الصاروخ الباليستي وهذه المنصة، منصة الإطلاق، ومن أعطاهم الأوامر بإطلاقها صوب دولة الإمارات؟ في الحقيقة أصلا هذه ميليشيات يعني تتعامل دائما بمبدأ الإرهاب، وهذه الميليشيات اصلا من خلال ميناء الحديده الذي كان يستخدم لاغراض سلميه، ومن خلال الغذاء، من خلال اتفاقيه 2018، لكن للاسف تم استخدامها لادخال هذه الصواريخ والقواعد من دول اخرى. واذا تحدثنا وكنت تقصد من الذي وراءهم او يدعمهم، فالمعروف بان هذه الميليشيات تدعم من قبل، سواء من ايران او من حزب الله او من قبل منظمات إرهابية أخرى. طيب دكتورة الأحبابي، كما تابعنا، البرلمان العربي حمل المجتمع الدولي المسؤولية وطلبه أيضا باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه الميليشيات الحوثية. ما هي طبيعة هذه الإجراءات والقرارات المطلوبة بالضبط؟ بالتأكيد أن الإمارات بدأت في هذه الاجتماع في اول قصف من قبل الميليشيا الارهابيه الحوثيه الاسبوع الماضي، بدات او الاسبوعين الماضيين، بدات دوله الامارات بحمله دبلوماسيه كانت رده الفعل غير متوقعه من سرعه رده الفعل، وكذلك الدول التي تفاعلت والمنظمات مع دوله الامارات، لأن ما يقوم أو ما تقوم به هذه الميليشيات هي عمليات إرهابية لا يقبلها لا مجتمع دولي، ولا تقبلها الأمم المتحدة، ولا يقبلها أي أو تقبلها أي دولة دائما تسعى إلى السلم أو الحفاظ أو تحارب ما يسمى بالإرهاب الدولي. وما تقوم به ما هو إلا إرهاب دولي، ليس إرهاب على دول المنطقة أو المنطقة أو دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ولكن هو إرهاب دولي، لأن ما تقوم به جماعة الحوثي هو يؤثر على ليس بس إقليميا، أيضا يؤثر دوليا، لأنه يؤثر على خطوط الملاحة، يؤثر على الاقتصاد، يؤثر على الدولية. أما بخصوص تأثير هذا الموضوع على دولة الإمارات، فأنا أرى أن الحوثيين يحاولون أن يستفزون دولة الإمارات لزعزعة أمنها، ولكن هم لا يعلمون بأن دولة الإمارات دولة حديثة، دولة لديها أجهزة، لديها قوات، لديها دفاع جوي، لديها قوات مسلحة متطورة تتعامل مع هذه الأهداف. طيب دكتور، ولكن على الناحية السياسية تبعنا، كيف أن الخارجية الأمريكية أدانت مواصلة الميليشيات الحوثية إطلاق الصواريخ وتهديد أمن دولة الإمارات، هذه الإدانات الأمريكية المتكررة إلى أي مدى تقرب الميليشيات الحوثية من العودة مجددا إلى قوائم الإرهاب الأمريكية؟ أنا أعتقد بأن إعادتها إلى قائمة الإرهاب أصبحت قريبة جدا، ونحن لا نريد أن نستعجل الأمور، لأن هذه الأمور لا تؤخذ في يوم ويومين أو أسبوع، ولكن هنالك إجراءات، هنالك ضغوط دولية لإعادتها إلى قائمة الإرهاب. فعندما تعود إلى قائمة الإرهاب يتبعها قرارات تحد من عمليات الإرهابية، سواء على دولة الإمارات أو على المنطقة إقليميا بشكل عام، وتحد من الدول التي تحد من إجراءات
الدول التي تدعم هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك ضيفنا من أبو ظبي الدكتور محمد مسعود الأحبابي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية.